يمكن الكل النهارده او يعني خلال الفتره اللي فاتت كان في حاله من المتابعه تحديدا للمنتخب الوطني والمباريات المؤهله لامم افريقيا 2023 اللي هتتلعب في كوت ديفوار. فخلونا نعرف تفاصيل اكتر من يعني الاخبار الرياضيه والاسماء اللي استقر عليها ايهاب جلال المدير الفني للمنتخب من خلال الفقره الرياضيه مع دينا. اتفضلي يا دينا. بشكرك يا احمد، فعلا جه ميعادنا دلوقتي مع جولتنا الرياضيه محليا وعالميا. اليوم انطلقت ركلة البداية. دندن يا صلاح، مول يا صلاح. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. Hits one! Oh, what a goal! استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال على ضم 25 لاعب لمعسكر الفراعنة اللي جاي، اللي هيخوض من خلاله مباريات غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار. هينضم لاعيبة النادي الأهلي لمعسكر المنتخب الوطني يوم 31 مايو علشان يستعدوا لمباريات في التصفيات في الجولتين الأولى والثانية، ده في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023. فريق رجال الكرة الطايرة في النادي الأهلي فاز على ميناء دوالا الكاميروني بنتيجة 3-0، ده في نصف نهائي بطولة إفريقيا الأندية اللي بتتلعب في تونس، وهيلتقي الأهلي مع الفائز من مواجهة الترجي التونسي مع بطل رواندا. كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد تم تتويجه بجائزة أفضل محترف فرنسي عن الموسم الحالي، وده كان على هامش حفل توزيع جوائز الاتحاد الوطني الفرنسي لكرة القدم. وعلق بنزيما على تتويجه بالجائزة وقال: لقد أصبحت المهاجم الذي حلمت أن أكونه، وأحاول مساعدة زملائي بالتسجيل وتحمل مسؤولية فريقي. وفي الدوري الأسباني اتعادل ريال مدريد مع فريق قادش بنتيجة 1-1 في اللقاء اللي جمع الفرقتين ضمن منافسات الجولة 37 من بطولة الدوري الأسباني، واللي حسمه ريال مدريد للمرة 35 في تاريخه، ووصل رصيد بطل المسابقة 85 نقطة. أما فريق قادش فكان في المركز 18 بجدول الترتيب برصيد 36 نقطة. كمان اتعادل فريق ختافي مع برشلونة 0-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح من بطولة الدوري الإسباني ممتاز. بالنتيجة دي بيتواجد فريق برشلونة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، وختافي في المركز الـ 14 برصيد 39 نقطة. ولعشاق الدوري الإنجليزي ممتاز، فريق إيفرتون انهزم من فريق برينتفورد بنتيجة 3-2 في اللقاء اللي اتلعب بين الفرقتين ضمن منافسات الجولة رقم 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وبكده وقف رصيد إيفرتون عند 36 نقطة في المركز 16، ورصيد برينتفورد وصل للنقطة 46 في المركز 11. فريق مانشستر سيتي تعادل مع ويست هام بنتيجة 2-2 في المباراة اللي اتلعبت على استاد لندن الأولمبي، وده كان ضمن منافسات الجولة 37 من مسابقة الدوري الإنجليزي، وبكده فريق مانشستر سيتي وصل للنقطة 90 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبفارق 4 نقاط عن ليفربول الوصيف برصيد 86 نقطة. أما ويست هام فوصل ل 56 في المركز السابع، علشان كده فريق ليفربول قدامه فرصة ذهبية لتقليل الفارق مع مان سيتي لما هيواجهه ساوثهامبتون، ده يوم الثلاثاء الجاي على ملعب سانت ماري. وقفز نادي توتنهام الإنجليزي للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الفوز على بيرنلي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم، وبكده صعد توتنهام للمركز الرابع برصيد 68 نقطة متفوق على أرسنال صاحب المركز الخامس برصيد 66 نقطة في صراع المركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم اللي جاي، وبيتجمد رصيد بيرنلي عند النقطة 34 في المركز 17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لأحمد وهدير عشان نكمل معكم فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دين. شكرا ليك.